نتحول إلى ولاء السلامين، مراسلتنا من رام الله. ولاء، تفاعل ولو من بعيد من جانب السلطة الفلسطينية حول ما يجري فيما يخص الاجتياح المرتقب أو العملية التي تلوح بها إسرائيل، أو على مستوى التفاعل السياسي مع ما يجري، فضلا عن خارطة الاستهدافات المتتالية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية لمدن وبلدات ومحافظات الضفة الغربية؟ نعم، أهلا بك أحمد. عندما تتحدث عن السلطة الفلسطينية، ما زالت الاتصالات بكثافة مع جميع دول العالم لوقف هذه الهجمة الكبيرة والشرسة على أهلنا في مدينة رفح، وقد حذرت مرارا وتكرارا السلطة الفلسطينية بأن ذلك سيأتي بكارثة إنسانية على 1.5 مليون للمواطنين الغزيين النازحين من شمال ووسط قطاع غزة باتجاه مدينة رفح، وهي التي قالت عنها قوات الاحتلال هي المنطقة الآمنة بالتحديد. قبل أن يتم نزوح الفلسطينيين الغزيين، كانت قد ألقت الاحتلال على المواطنين الغزيين منشورات وأيضا تبعها رسائل نصية على الهواتف بأنهم يجب أن يخلوا هذه المنطقة الشرقية من مدينة رفح. لذلك قامت السلطة الفلسطينية بإجراء كافة الاتصالات مع جميع دول العالم والأشقاء في مصر والأردن للحيلولة دون ذلك، ولكن التعنت الإسرائيلي الذي يبحث عن نصر في قطاع غزة ما زال يشن هذه الهجمة البربرية على سكان القطاع وبالتحديد في مدينة رفح. أيضا تحدثت السلطة الفلسطينية، وكان هناك تصريحات ربما سمعناها يوم أمس بالرئيس محمود عباس، بأنه رحب بأن حركة حماس قد وافقت على وقف لإطلاق النار وعلى الورقة المصرية القطرية التي قدمت من الوسطاء إليها، وكان الرد بالإيجابي. رحب بذلك الرئيس محمود عباس، ولكن ما أن لبث هذا الترحيب إلا وأن كانت هناك هجمة شرسة على الفلسطينيين الغازيين داخل مدينة رفح. أيضا تحدث المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيلة بوردينة بأن احتلال معبر رفح صباح هذا اليوم من الجهة الفلسطينية، هذا يعني أن تزيد الأوضاع تهورا وأنها إلى حافة الهاوية باحتلال هذا المعبر وبرفع العلم الإسرائيلي وإزالة العلم الفلسطيني، يعني احتلال لهذا المعبر ولا يمكن للفلسطينيين الدخول أو حتى الخروج. يعتبر أيضا هذا المعبر هو الشريان لربما الوحيد الذي يطل على نافذة العالم من مصر، وأيضا باتجاه جميع دول العالم للغزيين، وأيضا إدخال المساعدات، إدخال خروج الفلسطينيين الغزيين من وإلى غزة. وأيضا نتحدث عن الجرحى الفلسطينيين الذين يمكن أن يذهبوا باتجاه الدول لمعالجتهم. الآن لا وجود لتدفق المساعدات، لا وجود للجرحى الذين سيخرجون من قطاع غزة لأن جميع مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة. أيضا قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو الدين أن الدعم الولايات المتحدة هو ما يعطي الضوء الأخضر لبنيامين نتنياهو بالدخول إلى وشن هجمة برية على مدينة رفح، لأن الفيتو الأمريكي كان حاضرا أمام عضوية دولة فلسطين. أيضا التمويل المالي وأيضا السلاح وغيرها من التمويلات التي تضعها الولايات المتحدة بين يدي هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، مما يجعل ويحول دون أن يكون هناك وفاق أو حتى حل لدولة فلسطينية وعلى حدود الرابع من حزيران عام 67.